السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة عندنا حاجة يعني بسيطة كده وحاجة دمها خفيف. زمان قبل زمن الكورونا كان الواحد بيقدر يسافر ويلف ويروح يشوف المحلات الحلوة اللي فيها العدد والآلات، وأنا كراجل عندي مرض حب الآلات والعدد زي كتير من اللي بيتفرجوا معايا، فبأي حاجة بشوفها في أي محل متخصص بروح أتفرج وكده. ففي مرة أنا ماشي لقيت لك الناس كلها إيه الجمال الخواجات دول ملمومين على بتاع كده وبيشتروها وبتاع، لقيت عليها طلب يعني. فأنا افتكرتهم مرضى عندهم ضغط وكده بيقيسوا الضغط، علشان لقيتهم بياخدوا البتاعة دي. أنا طبعا البتاعة دي ما بقتش فاهم دي إيه، قلت دي أكيد بيحطوها هنا كده ويضغط كده ويشوف إيه راجل مريض ولا مش مريض ولا إيه حكايته. المهم طبعا انا ما يعني ما سبتش الفرصه دي تروح، ورحت رايح شاري واحده، ولما قريت عليها فهمت ان هي بتشيل حاجات وبتحط حاجات وبتاع، قلت هي تنفع، ما كانتش غاليه، ويعني ما كنتش شاري حاجه يوميها، فقلت اهو ارجع البيت بحاجه العب بيها. المهم ركنتها، وبعد فتره حبيت اكتشف ايه الموضوع ده. هوت اكتشفت انه الموضوع ده يا جماعه في حاجه غريبه جدا، انه البتاع دي لذيذه جدا. انت عارفين لما بتبقى عايز تشيل حاجه وبعدين بتحط صوابع رجليك تحت وتشد عشان تدخل الباب، او عايز تسند حاجه يعني دراع تالت، نفسك في دراع تالت، او هي دي الدراع التالت اللي بتستخدم للموضوع ده. هو هي بكل بساطه بتقدر تشيل لغايه وزن معين، حوالي 136 كيلو او 300 رطل. كل اللي بتعمله ان انت بتنفخ هنا و بتقعد تطلع هي لغاية حوالي 5 سنتي، تشيل أي حاجة، باب، تلاجة، ترابيزة، لغاية ما تركب اللي أنت عايزه. وبعد كده الدنيا إيه يعني بتخلص الموضوع ده. هي طلعت قوية جدا 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 بصراحة، واستخدمتها مرة لتركيب باب قريب عشان المفصلات. انتوا عارفين عشان تظبطوا اي باب تحط المفصلات بيبقى الموضوع فيه صعوبة جدا. البتاعة دي دمها خفيف جدا ومكانتش غالية، فانا قلت اعمل لكم فيديو برضو عشان الواحد لو شافوها ما تعملوش زي تفتكروه جهاز ضغط. ده طلع حاجه كده الجماعه الاجانب يعني ما اعرفش بتطلع في دماغهم حاجات غريبه بصراحه وبيعملوها وبتتباع. يلا بينا. زي ما احنا شايفين الجهاز الغريب ده هو معمول في الصين مبدئيا، ومعمول من خامه غريبه شويه، وزي ما هو مكتوب عليه هو بينفع لكذا حاجة. يعني بينفع ممكن تشيل بيه حاجات زي التلاجات، الغسالات، الحاجات زي كده، الأبواب، علب المطابخ، وبيرفع لغاية 5 سنتي. بيشيل بقى 135 كيلو أو 300 باوندز أو 300 رطل، وبيرفع الحاجة عشان تساعدك كإيد تالتة تقدر تشيل بيها. زي ما انت شايفين كده اهو بيشيل حاجات، 4 حاجات. والويب سايت بتاعهم انا دخلت عليه ما اشتغلش بصراحة معايا، فانا مش فاهم يعني ممكن الواحد موجود، هل موجود ولا مش موجود عندنا في البلد. الويب سايت زي ما مكتوب كده غير شغال، مش شغال، اسمه اير تشيم. وهنا بيكتب لك بقى مواصفات وحاجات زي كده، ان انت ما تشتغلش باتنين مع بعض، هو واحد بس، 135 كيلو كحد اقصى، وبتنفخ من هنا، وبعد كده بعد ما بتنفخ هو بيطلع حوالي زي ما انا قلت كده 5 سنتي. بعد كده بعد ما بيخلص بتقدر من الزرار اللي على الجنب تفرغ الهواء منه، والهواء بيطلع زي الفل كده زي ما احنا شايفين. انا عندي الدولاب ده، هو الدولاب ده موجود في الورشة، موجود فيه كمية كراكيب غير طبيعية، ودايما اي حاجة مش عايزها برميها جوه الدولاب. في حاجات قديمة وفرش وحاجات زي كده، فبحاول كده اول تجربة ان انا احاول ارفع الدولاب ده. وزنه ايه مثلا 30-35 كيلو حسب، يعني اعتقد يعني ان هو 35 كيلو، فببتدي اضغط على البالونة اللي موجودة ده هي تورفع، وطبعا بيطلع. حاجة غريبة جدا انه الموضوع سهل جدا انه فعلا طلع، وبعد كده بتكة فبينزل الوزن كله تاني، بينزل على الارض زي ما احنا شايفين. عندي ترابيزة زي شايفين زي الدهية كده، ترابيزة تقيلة جدا، خلينا نشوف. الترابيزة ترابيزة طلعت لها بتاع مثلا 4-5 سنتي، حلو قوي. لو عايز اسند حاجة ركب حاجة باينة هنا شوية اكتر اهي،
ده حاجة فل أوي، خلينا ننزلها بسرعة. مية مية. عارفين لما تيجوا تركبوا الباب وتقعدوا تعملوا كده وتسندوه برجلك وكلام من ده، فأنا هحط البتاعة دي من تحت كده بره، للأسف في كده، وابتدي ايه هجرب انفخها. حاجه من الحاجات الكنب الكبير لو عايز اركب حاجه من تحت، بصوا يا جماعه الموضوع عامل ازاي. انا مش عارف البتاعه دي بصراحه، ما جربتهاش. هو هي طبعا هي تنفع في قصه تركيب الابواب والشبابيك، اكتر حاجه معموله من جلد جامد جدا، مع لحام تقريبا حاجه كهربا ولا مش عارف ايه، انا ما اعرفش دي بتتباع في وطننا العربي ولا لا، خلينا لو حد شافها قبل كده يقولها. بس هي فعلا لو نزلت، لو حد يعرف يجيبها لنا، تنفع جدا في حاجات كتيره قوي ممكن الواحد يفكر فيها. تفتكر انت ايه تاني ممكن الحنبوره دي نعمل بيها؟ يلا اشكركم والى اللقاء في فيديو اكتر جديه من البتاعه دي. يلا سلام عليكم.